مطالب بالقضاء على البشر من الملائكة إلى الخالق سبحانه. فبعدما بدأ بنو آدم عليه السلام يفعلون المحرمات، لم ترضى الملائكة بكل هذه الأفعال، لكن لعلم الله بضعف النفس البشرية وعصمة الملائكة من الأخطاء، كانت المفاجأة بعصيان ملكين منهما لأوامره بسبب بذخة التي تحولت لكوكب الزهرة. فما القصة؟ خلق الله آدم بعدما خلق الملائكة والشياطين والجن ونفخ فيه من روحه وأمر الجميع بالسجود له، لكن إبليس أبى واستكبر وعصى الخالق سبحانه. ومن هنا بدأت قصة الصراع بين الشيطان وبني آدم عليه السلام، لاسيما أنه تعهد بأنه سيظل يغويهم حتى يفعلوا كل المحرمات. البشر بعد هذا الترصد من إبليس وأعوانه بدأوا في عصيان أوامر الله وفعلوا الكثير من المحرمات التي نهى الله آدم عنها، لتحدث بعدها واقعة تحولت معها بذخة إلى كوكب الزهرة. فكيف حدث ذلك؟ الكثير من الروايات والأحاديث على واقعة كوكب الزهرة وردت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. فالخالق سبحانه أزاح السماء حتى تنظر الملائكة إلى البشر، فرأى الملائكة الكثير من الشرور والمعاصي فضلاً عن فعل بني آدم المحرمات، فطالبوا الله بالقضاء عليهم، فأمرهم الخالق بأن يختاروا أفضل ملكين يهبطان إلى الأرض، فأجمعوا على هاروت وماروت، فأمرهم الله بالبعد عن المعاصي والمحرمات، فعهد الله بأنهما لن يفعلا من المحرمات شيئاً لتبدأ قصة الملكان. حينما هبطا إلى الأرض بدأ ينتقدان أفعال بني آدم وينكران جميع المعاصي والمحرمات التي تحدث بسبب وسوسة الشيطان، حتى جاءتهما سيدة من بلاد فارس تدعى بثخت وطلبت منهما أن يساعداها على حل مشكلة لديها. فلأن السيدة كانت من أجمل ما رأته العين بات جمالها يفتنهما، لكنهما تراجعا عن أي شيء سيجرهما إلى المحرمات التي عاهدا الله ألا يفعلاها قبل الهبوط إلى الأرض. لكن هذه الفاتنة عادت وبدأت تستخدم جمالها في الغواية. الملكان أصبحا لا يقدران على مواجهة جمال تلك السيدة الحسناء بثخت التي لا يستطيع أحد مقاومة جمالها الجذاب، فبدأ في مراودتها، فأبت أن تفعل إلا أن يفعل ما تأمرهما به، فطالبت أن يعبدا الأصنام، فتذكرا وعدهما لله بأنهما لن يشركا به شيئا، بل وطالبتهما باحتساء المشروب الحرام، فلما رفضا انصرفت عنهما، لكن ما هي إلا أيام وعادت لينفذا أوامرها، ومن ثم تتيح نفسها لهما، فبعدما يفعل المحرمات معها تأمرهما بالصعود للسماء. بثخت طالبت الملكين بأن تصعد معهما إلى السماء، وبدأ الجزاء للملكين اللذين عصيا الله، ومسخت السيدة إلى كوكب الزهرة، وذلك بحسب رواية ابن عمرو، بل ورواية أخرى ذهبت إلى أن السيدة التي افتتن بها الملكان وراوداها كان اسمها زهرة، وطالبت منهما قبل فعل الحرام أن يعلماها كلمات تصعد معهما بها إلى السماء. فبعدما فعلا معها المحرمات وعلمها تلك الكلمات، نال هاروت وماروت جزاءهما، ومسخت زهرة إلى كوكب الزهرة، ثاني أقرب كوكب للشمس. لكن الله أعلم بمدى صحة الأسانيد لهذه الروايات، فهل بالفعل حدث هذا مع هاروت وماروت أم لا؟